9:30 نهاركم زين، نهاركم مبروك. بمشيو مع منال غربي من بعد شويه كيما قلت لكم في ديكريبتاج انترناسيونال داكتواليتي معناتها على الصعيد الدولي. الان نمشيو في المباشر معنا السيد بلال درناوي المدير العام نقديه تونس. دفع معاليم التسجيل المدرسي والجامعي، فما كلام على ضغط الى اخره، خلينا ناخذوا التفاصيل كالعاده من المصدر. صباح النور سي بلال، مرحبا بك، شكرا تفاعلك معنا اليوم. صباح صباح الخير سي ياسين، صحوا لك. الحمد لله، شكرا لك، مرحبا شكرا شكرا مرحبا تفاعلك معنا. مرحبا. سي بلال، شنو هو الخدمات المتوفرة، شنو هو الدور متاع نقديات تونس، وكيفاش معناتها نتأكدوا اللي العمليات الكل تصير بسلاسة؟ عندناش احصائيات على اللي صاروا، قداش تتوقعوا؟ هذا هو ما حبينا تاخذوا غيزون بالأرقام وبالتعليق. يعطيك الصحة سي وسيم، معناتها عطيتني فرصة باش نوضح معناتها كيلكو بوان. هو راه شريك نقلية تونس كما يعرفوها الكل هو المشغل الوطني، كل ما هو البطاقات البنكية والبريدية وإلا المحفظة الإلكترونية، معناتها في السويتش ناسيونال موبايل بيمنت ومونيتيك. نحكيك على أرقام، كانت تحب تعطيني 30 سكوند الأرقام. الأرقام بالنسبة للسنة اللي فاتت في عدد العمليات زدنا بقرابة 7.5%، وصلنا ما يقارب 77 مليون عملية بالبطاقات. الأكثرية نتاعها ماشية، نرى في نسبة التطور نتاع الدفع ولا عن بعد عن طريق المنصة الإلكترونية وإلا عن طريق عند التجار، التطور نتاعها أكثر من سحب. هذا يعطينا معناتها إنديكاتور اللي تونسي معناتها سي تبروكيي هذوما الخدمات الجديدة، وقاعد يستعمل في البطاقات نتاعو ولا في المحفظة الإلكترونية اللي المبلغ العدد نتاعها العمليات زاد 5 مرات والمبلغ زاد 7 مرات في الفترة هذه من سنه فاتت السنه هذه. السنه معناتها شنو اللي زدنا لابليكاسيون باي سمارت، اللي هي بلاتفورم باي سمارت اللي عملناها واللي خرجت، هي كل ما هو لاجريجاتور دو فاكتوري، معناتها فواتير نتاع اللي تونسي يمشي لهم باش يخلص بها معناتها عن بعد، لمدناهم في منصه واحده اسمها باي سمارت بوان تي ان. والاضافه السنه زدنا اللي هو كل ما هو تسجيل عن بعد نتاع الكلام ذا في الثانوي ولا في الابتدائي، معناتها الولي ولا الوليه تدخل على البلاتفورم بي سمارت بوان تي ان وتدخل المعرف نتاعها نتاع ولدها ولا نتاع بنتها، وان كيلكو سكوند في عدد ثواني معناتها قليله يصير التسجيل نتاعها عن بعد من غير حتى تكلفه معناتها اضافيه. دونك تو وقت الحاضر البلاتفورم هذه ندخلوا على الانترنت في بي سمارت بوان تي ان، والا نجموا نهبطوها موجوده على اندرويد وعلى اي او اس، معناتها ننزلوها الابلكيشن هذه بي سمارت، ونفس الشيء موجوده يهبطها الولي على التليفون نتاعو ويستعملها للخدمات هذه، كل سواء نتاع التسجيل عن بعد نتاع التلميذ، ولا يخلص بها فاتوره نتاع ستيك ولا سونيد، ولا يشارجي بها الباج نتاع زوتو روت، ولا معناتها يزيد فيها في الابونمون نتاعو نتاع مزود انترنت الوقت الحاضر. واحنا هذه مش خطوه الاولى، معناتها عندنا نحن خدمات اخرى ان شاء الله على باي سمارت باش نطوروها. والحاجه الهامه في هذه اللي البنوك طورنا معاهم في نابل دي زابي، معناتها البنك لازم توفر الخدمه هذه مباشره سور لي زابليكاسيون نتاعها، موبايل بانكينغ نتاعها هي، معناتها الحريف تاع البنك يدخل على الابليكاسيون نتاعو اللي هي يدخلها كل يوم يشوف الحسابات نتاعو ويلقى ايكون ينزل عليها، ينجم نفس الشيء يدخل على باي سمارت يخلص الفواتير نتاعو ولا يعمل تسجيل عن بعد ولا حتى يخلص بالبارفيرمون بانكير ديريكتومون من الابليكاسيون باي سمارت. دونك هذه بصفه عامه الوقت الحاضر المنصه الموجوده الكل. بالطبع بيان سور ليزوبيراسيون تاع قاعدين نشوفوا فيهم يزيدوا من نهار لنهار ونتبعوا فيهم. نحن راه كل يوم عندنا دي ستاتيستيك. عندكم تارجت، ما تعرفين رواحكم قد ايه باش توصلوا تعملوا من ترانزاكسيون تقريب سي بلال؟ هو وسيم هو تو راه نحن اليوم معناتها المواطن التونسي عنده 3 حاجات لازم يخلص بها. لازم يخلص عن طريق باي سمارت، لازم يخلص عن طريق السيت نتاع السي ان تي او ديريكتومون، ولا لازم يخلص على حكايه باليو اس اس دي نتاع المزودين نتاع الهواتف الجوال. نحن اليوم قلنا اوموا اول عام ندخلوا باي سمارت يدخل يخدم، خلي المواطن التونسي يستانس بالخدمات هذه. وحاجه اخرى اثناء الاضافه الجديده اللي جبناها هو كل ما هو الاتابليسمون بيمون، ما تعرف انت شركات الدفع دخلوا يخدموا في تونس وعندهم كل لي زاجون بيمون نتاعهم، هما كيف كيف قاعدين يلاحظوا اللي فما اقبال كبير نتاع لي زاجون بيمون هذوما باش يوفروا هم الخدمه للمواطنين التونسي مباشره. معناتها توا كو عن بعد فيا لي زوتي تكنولوجيك انترنت ولا الابليكاسيون هذوما الكل، ولا حتى عن طريق فيس تو فيس عن طريق لي زاجون بيمون، المواطن التونسي لازم يخلص فواتير نتاعو ديريكتومون، اي كومبري
الاسكريبسيون تاع تلامذة عن بعد. وهذا راهو احنا اذا حكينا البلاتفورم هذه بعد اليوز كيس كون بي ديفلوبي معناتها موجودين برشا معناتها تصور في بالك كل ما خلاص تاع فاتوره لازم نحطوها على باي سمارت وقاعدين شغالين توا عندنا اربعه ولا خمسه ملفات محلوله توا مع كسوة مع الوزارات ولا مع الشركات الكبيره اللي عندها فواتير مش كل مره نضيفوا ان نوفو سيرفيس سوبر سمارت. واضح. نغتنم الفرصه بعجاله معناتها السيد بلاد النووي سي لا رونتري معناتها ولو انه انتم الخدمه ما تقفش. شنو اللي باش يكون جديد؟ كيفاش محضرين رواحكم؟ نعرفوا اليوم صباح فنحكينا على اقتصاد المنصات التوانسه اكثر واكثر معناتها يستعملوا في البيمون اون ليني. معناتها شنو احوال الانفراستركتور نتاعنا؟ وين ماشيين؟ فماش استثمارات جديده؟ هذا هو معناتها حبيت نزيد نسالك عليه في الاخر. هو وسام فما تخوا احساس حاجات جديده عملناهم ما حكينا سنه فارت على حكايه البطاقه الوطنيه. نحن توا الكايدي شارل كره الشروط حاضر ومعناتها بالتعاون مع البنك المركزي حضرناه كره الشروط هذاك ان شاء الله بقدر ربي في اخر سنه بالعروض باش نختاروا الشركه اللي باش تعاوننا في الـ في الـ في البروجي هذايا. الحاجه الثانيه طورنا دو نوفو سيرفيس في الانترنت بانكينج نحن كل ما نسميوه باي باي لينك باي 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 لينك معناتها المواطن التونسي ولا الشارع ولا التاجر اللي عنده ابليكاسيون تاع اي كوميرس سيرفيس اي كوميرس مش لازم بالضروره يطور تو تاع بلاتفورم تاع اي كوميرس دونك لازم يعطيوه ان ليان. هو وقت المواطن اللي في يوم تاعو يحب يشري سلعه فما ان ليان يكليك عليه ديريكتومون ينزلوه نحن الباج نتاعنا كي تو بي باي مونتي كيزي باش يخلص. الخدمه الثالثه كلاحظت انت توا او نيفو دي تي بي او معناتها المطار الالكتروني عند التجار هذيك تعرف التكلفه نتاعهم غالي سي وسيم دونك كو سوا بو لا كوميونيتي بانكير ولا كوميونيتي ناسيونال ولا حتى للتجار والبنوك. دونك نحن الشركه النقديه تونس اي تي سيرتيفي مع الشركات العالميه كيما فيزا ماستر كارد طورنا خدمه الابليكاسيون نتاع تي بي او نهبطوها على سمارت فون على التليفون. دونك الكوميرسون ما عادش يستحق باش يكون يشري تي بي او ولا يكريها ولا البنك تعطيها له. دونك تو لابليكاسيون موجوده على التليفون ديريكتومون سي دو كونتاكت كيس بالبطاقه ديريكتومون ولا بالواليت بالمحفظه الالكترونيه لو كليون تونيزيان نجم يخلص ديريكتومون. معناتها اليوز كيس هذا باش تطوروه من بعد تصور في بالك كل ما هو تاكسيات سياره الاجره ولا كل ما هو المبالغ الصغيره اللي ما تعديش تو بالبطاقه بشات على البطاقه مش لازم بالضروره يكون تعديه على تي بي يو لازم بالسوفت بولز هذايا اون اوفر سيرفيس. هذوما سي لينوفاسيون ماجور معناتها تو وقت الحاضر غاديين نحضروا في التيران. التكنولوجيا موجوده لا كومبيتونس موجوده السيكتور الانفراستركتور موجوده السيكوريتي موجوده ان شاء الله باش نخدموا نوفروا الخدمات هذه. يقعد كما عاد ديما نرجعوا معناتها ان بوان تري امبورتون هام جدا هو كل ما هو كوميونيكاسيون الاتصال معناتها لازم نوصل المعلومه للتيزاتور فينال نسهلوا الخدمه نتاعو نطمنوه اون كادو بروبليم نطمنوه كي فما اوبيراسيون يقوم بها. وهذا راهو سي دون معناتها التطور نورمال عندي انا نورمال معناتها لازم نطوروا في الظروف هذه باش تكون تونس ان شاء الله سباقه ولا حتى تواكب هي البلدان الكبيره في كل ما هو المجال البيمون ا ديستونس ولا البيمون ديجيتال. واضح سي بلال الدرداوي نشكرك على تفاعلك معنا اليوم صباح في برنامج اكسبريسو. بالتوفيق تحيه ليك ولكل المستمعين اللي متفاعلين معنا. شكرا لك. مرحبا يعيشك. اقعدوا معنا مازال مواصلين حتى للتسعة ونص راجعين بعد شوية مع من الغربي في كما قلت ديكريبتاج لاكتواليتي انترناسيونال.